يعني لا يزال التصعيد سيد الموقف، لا تزال المواجهات متواصلة في جنوب لبنان إن كان بالنسبة لحزب الله أو من جانب إسرائيل التي تواصل بقصفها الإسرائيلي على عدد من البلدات، خصوصا تستخدم القذائف الفسفورية على عدة بلدات أبرزها العديسي وحلتة، بالإضافة إلى غارات كانت استهدفت أطراف زبقين ومركبة، وأيضا المنطقة بين عيترون وبليدة جنوبي لبنان هي بلدات حدودية يتم استهدافها عادة. بالمقابل حزب الله كان أطلق أكبر رشقة صاروخية اليوم في عملية الرد على الغارة التي كانت استهدفت بلدة جوية يوم أمس، وأدت إلى مقتل 4 قياديين من حزب الله أبرزهم هو الملقب بأبو طالب يدعى طالب عبد الله، هو قائد وحدة النصر في حزب الله، وبحسب مصادر العربية هي أكبر عملية وهو أكبر مسؤول يتم اغتياله منذ بداية الحرب. وعليه هذه العملية بالفعل كانت من أكبر العمليات أو أقصى الضربات التي توجه على حزب الله منذ بداية المواجهات، والتي أدت إلى مقتل هؤلاء القياديين 4. وبحسب أيضا كما أفادت مصادر العربية إلى أن اجتماعا أمنيا كان يعقد في المنزل المستهدف لقياديين من الصف الأول من حزب الله في بلدة جوية، حيث تم استهداف هذا المنزل وأدى إلى مقتل هؤلاء 4 بالإضافة إلى أبو طالب. هناك علي صوفان هو صاحب المنزل الذي استهدف، ومحمد صبرة وحسين حميد، كل هؤلاء هم من القياديين في حزب الله. وعليه كان متوقعا نظرا لحجم هذه الضربة وقوتها، كان متوقعا بأن يكون هناك رد من حزب الله على هذه العملية، وهو ما شهدناه اليوم في هذه الرشقات الصاروخية التي طالت عدة قواعد إسرائيلية تعتبر استراتيجية بالنسبة لإسرائيل. حزب الله كان أعلن عن سلسلة من العمليات، 9 عمليات تحديدا اليوم، 4 منها كانت ردا على عمليات الاغتيال التي حصلت في جوية، منها قاعدة ميرون وقاعدة عين زيتيم ومستوطنة سعسع، حيث تم استهداف مصنعا عسكريا يختص بتدريع الآليات الإسرائيلية، بالإضافة أيضا إلى قاعدة عين زيتيم كما كنا ذكرنا. لذلك من المتوقع أو نحن بانتظار إن كان سيكون هناك أيضا من رد من قبل إسرائيل على هذه العمليات التي قام بها حزب الله، خصوصا وأن ما نشهده خلال الفترة الأخيرة هو عملية ردود بين الطرفين على كل العمليات التي يقومان بها، خصوصا تلك التي تعتبر مهمة أو استراتيجية. ناهد يوسف، شكرا جزيلا لك.